انا خدت جزئيه واحده بس من التقرير وسؤال مهم جدا، هل فعلا انتماء او تحيز او يعني انا بنتمي الى نادي معين بعينه ممكن ده ياثر على ادائك لما بتعلق لمباراه هذا النادي؟ بص يا كابتن، المعلق اي معلق في الدنيا لازم يكون له انتماء. طب واحنا قلنا اول اربع اجيال او خمس اجيال في المعلقين كلنا عارفين ان هم من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك، فهو ده انتمائه. طب المعلقين بقى اللي ما كانوش نجوم كوره مش معروف انتمائهم، اللي يقول لك اصل انا محايد دوت وما بشجعش اي فرقه يبقى مش بتاع كوره، يبقى بتاع اي حاجه تانية. هو عنده انتماء، عنده انتماء، انما لما يدخل الاستوديو او يقعد في كابينه التعليق يركن الانتماء ده. واحد يقول لك اصل بيبان في الصوت بتاعه، طب ما هو طبعا لازم يبان في الصوت بتاعه. اسمع اجوان الكابتن حسين مدكور للنادي الاهلي، اسمع الكابتن علي زور للنادي الاهلي، اسمع الكابتن حماده امام اجوانه لنادي الزمالك، عشان بس الاوراق لا تختلط. يا كابتن محمد عفيفي عنده انتماء، عنده انتماء، بعلينه عمري ما علينه. انت بقى هتفسر ان هو بيبان في صوته، دي مشكلتك انت. لو هو طالع مع فرقه، اولا يا كابتن المعلق مش بالسذاجه ان هو ينتمي في التعليق لفرقه على حساب فرقه، خصوصا لو عندك فرقتين كبار 90% من جماهير الكره تمثلهم، حتى الأندية الغير شعبية لو 1000 واحد بيشجعه أنت تتمنى أنه يحبك. فحتة الانتماء عنده انتماء، بيطلعه ما بيطلعهوش. لو هو بقى هرب منه دي مشكلة المعلق، لو هو هرب منه وبدأ يعني مثلا لما جينا اشتغلنا فترة في قناة الأهلي قالك ده أهلاوي، لا دي مهنية. قناة الأهلي فتحت عندها لقاءات الأهلي والزمالك، وعايز أقول لحضرتك يا كابتن هاني كان معانا نجوم من الزمالك كبار جدا، الله يرحمه الكابتن طه بصر كان من محللين قناة النادي الأهلي، كابتن حلمي طولان. هل دول انتمائهم لنادي الزمالك ما اشتغلوش في قناه الاهلي وبداوا يحللوا المباريات؟ كابتن فاروق جعفر كان موجود، جعفر كان موجود الأهلي. في قناه الاهلي مزبوط. فاذا موضوع الانتماء القضيه الجدليه ديت، لا انا بتكلم على المستوى الشخصي او على مجموعه كبيره من المعلقين لا ليهم انتماء. موضوع هيبان في نبره الصوت دي مشكله بقى من الجماهير، انما الجمهور الراسي اللي فاهم بيقول لك ده طبيعي. المعلق بيدخل المباراه لازم يهيص مع جوان الاهلي ومع الزمالك، امالهم الاهلي لما يجيب جون هوطي صوتي ازعل 60 مليون واحد ولا 50 مليون واحد؟ بقى ده اسمه كلام يا كابتن. لا بس الموضوع على فكره يا كابتن عصام صعب مش سهل، يعني طبعاً انك كابتن انك تتحكم في دوت مش سهل. كابتن هاني زي ما قلت لك كابتن، التعليق اهم حاجه في المعلق، يعني تكمله كابتن محمد. اول حاجه انا النادي الوحيد اللي بشجعه في مصر وفي الدنيا كلها هو عصام عبده، انا لازم الاول في 90 طبعا في 90 دقيقه كابتن انت بتلعبهم تمام. ده انا بكلمك على شغل احترافي طبعا، ان انت المفروض ما تجيش على حد زي حد. يعني انت حتى لو بتيجي تتفرج على فرقتين وانت جيت على فريق على حساب الفريق الثاني، هتلاقي في الاخر انت كمان الجمهور مش هيحترمك. انت لازم في 90 دقيقه ده يعني الساعه ونص بتاع الماتش دول حاجه مرئيه، يعني حاجه مشاهده، ما ينفعش تيجي على حساب واحد على حد وفي الاخر بيجي على اسمك. فالمعلق اللي بيعمل كده ده بيكتب شهاده نهايه لنفسه. فانت لازم تشتغل بامانه وتدي كل واحد حقه، لان النهارده سيب علق للاهلي، بعلق للزمالك، بعلق الاسماعيلي، بعلق لمصر، بعلق لاي حد. لو انت ما قلتش المشاكل اللي موجوده فانت بتضر الفريق اصلا، انت ما بتفيدوش. فانت لازم تشوف الحدث الساعه ونص. المعلق كابتن هاني الوصف بتاعه هو واصف للمباراه، لازم يشتغل دايما في اطار انه واصف للمباراه. في فرق بين المعلق والمشجع، ما ينفعش ان انا اسيب مهنتي مهنه التعليق واروح في التشجيع، ما ينفعش خالص طبعا. فالمعلق اللي بياخد في السكه دي عشان برضه يستقطب جماهير ده خطا جدا جدا، وبيكتب شهاده يعني وفاته. فالمفروض ان انت دي امانه زي ما قلنا وبدانا الحوار في الاخر، ان ده امانه لازم تدي كل واحد حقه، تدي الفرقتين حقهم، لان جمهور الفريق حتى اللي انت بتيجي معاه لما بيجي يتفرج على الماتش في الاعاده ما بيحترمكش، بيحس ان انت واخد اتجاه. لو جيت مع لعيب على لعيب، لو ليك اي مصالح كابتن، بص يا كابتن هاني المعلق ده لازم يكون نزيه نزاهه غير طبيعيه، يعني ما بياخدش فلوس غير من القناه اللي انا بكلمك على شغله احترافي، ان انا ماليش دعوه باي حد خالص، ماليش دعوه باي نادي، ماليش دعوه باي لون، انا ليا دعوه بحاجه واحده بس، هي منتخب بلدي لما بيجي يلعب ضد اي حد ببقى مصري. لا ما منتخب بلدنا كلنا بنصور منتخب بلدنا. بص يا كابتن عصام قال كلمه، كابتن عصام الجمهور عنده وعي، الجمهور يا كابتن انت مش هتضحك على الجمهور، الجمهور بيعدل دلوقتي على المحلل وعلى المعلق وعلى المقدم، فانت مش هتضحك عليه. هي دي النقطه بقى، هي امانه كابتن هاني، هي امانه الجمهور، ولازم تحترم الجماهير كلها، ولازم المعلق ده يبقى ليه رصيد من الاحترام مع الناس عشان لما يجي يتكلم الكلمه دي بتحسب عليه. ولازم زي ما قلت لك، زي ما اتكلم كابتن هشام، ان انت بتضيع حق بني ادم، بتضيع حق واحد بيجري 90 دقيقه وانت بدوش حقه، فرقه ماسكه الماتش ومكسره الدنيا وانت بتضيعها، والفريق الثاني اقل،
تفاعلاتك والحاجات دي كلها لازم تسيبها. وبعدين خلي بالك كابتن هاني، الحاجات دي بتيجي بعد كده بالخبره بقى، بالاحتراف. كل حاجه بتيجي طبعا بالخبره. واحنا يعني طبعًا بصراحه طبعًا يعني احنا طبعًا عندنا ناس وعندنا كوادر وعندنا مواهب. لا مصر عظيمه كابتن، يعني اكبر موهبه واكبر دليل. يعني حديثنا للاسف خلص ووقتنا خلص مع حضراتكم، لكن الملف لسه ما خلصش. نوعدكم ان شاء الله ان احنا نكمل فيه، لان كان في اسئله كتيره جدا. ان شاء الله تكونوا منورينا تاني في بيت. بس موضوع التعليق ده كابتن هاني محتاج لبرامج، محتاجين محتاج لبرامج كبيره ومحتاج تعمل لنا فقره اسبوعيه ان شاء الله. خلاص اتفقنا. بشكرك كابتن عصام، نورتنا وشرفتنا جدا جدا. سعداء وشرفتنا، سعداء بوجودنا معاك. خلصنا الفقره ديت والحلقه، والفقره اللي جايه نجم الاهلي مع سهام ان شاء الله، وبطله الكاراتيه، بطله النادي الاهلي، وبطله العالم جيانا فاروق بعد الفاصل.